سفير جمهورية مصر، مرحبا بك. نود أن نعرف انطباعك حول البطولة العربية 12 لرماية سلاح صيد. والله أنا سعيد بتواجدي هنا اليوم للحضور هذه الفعاليات الرياضية بتقام هنا في نادي فيلين، وسعيد أن البطولة العربية 12 بيتم تنظيمها في دولة المغرب الشقيقة، والحقيقة شايف تنظيم متميز وحضور عربي كبير من الدول العربية، وأنا سعيد بالمستوى الرفيع لأبطال العرب من الدول العربية المختلفة، وعلمت وكان مصدر سعادة بالغة انه الأبطال العرب هم أبطال العالم وكسبوا ميداليات كثيرة في هذه الرياضة، واحنا دلوقتي بصدد ان يكون في البطولة الأفريقية في مصر في نهاية شهر نوفمبر، والبطولة الآسيوية في الكويت، من سيفوز في هذه البطولات سيمثلنا جميعا في الأولمبياد في البرازيل. فنحن بنتمنى للرياضيين العرب ان هم يعني المزيد من التميز، وان شاء الله يحصدوا لنا الميداليات اللي ترفع راسنا كده عاليا في فعاليات الأولمبية في ريو دي جانيرو ان شاء الله. الفريق المصري لاعب كويس، منذ أيام كان حصل على المركز الأول في المسابقة الأولى، وهذه المرة حصل على المركز الثالث، وبعد كده كان في الترتيب الفرق في المسابقة الأولى كان نمرة 2، وعلمت أنه راضي أيضا هيبقى نمرة 2، فالحمد لله يعني الناس كانوا موفقين، فريق الكويت كان متميز، فريق الجزائر ايضا المره اللي فاتت كان بيلعب كويس، فهو كويس. احنا من كل ده نشاط رياضي جميل بيجمع الاخوه العرب في بروح رياضيه في الرياضه بصفه عامه، وفي رياضه الرمايه هو بصفه خاصه رياضه جميله. والتقيت انا برئيس الرئيس المنتدب للجامعه المغربيه في الرمايه، وبأشيد الحقيقة بمستوى الجامعة والتنظيم وما يقومون به لنشر هذه الرياضة في الأوساط الشبابية، وبصفة خاصة الرعاية لمولاي رشيد سمو الأمير مولاي رشيد لهذا الاتحاد، أمر جميل جدا، وإحنا إن شاء الله نتمنى أن نحظى بشرف استقبال الفريق المغربي إن شاء الله في البطولة الأفريقية قريبا في القاهرة. نحن بنشكرك سعادة سفير جمهورية مصر، شكرا على هذا التصريح، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. شكرا.